بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان في مصر والوطن العربي الكبير، وحلقة جديدة من برنامج الترند. جمهور النادي الأهلي العظيم أهلا بحضراتكم، وحلقة مهمة جدا كالعادة في خلال هذا الأسبوع مع انطلاق الموسم الجديد لبرنامج الترند. كل يوم بنحاول قدر الإمكان يكون معانا جديد، بيكون معانا معلومة جديدة، خبر جديد، كواليس حصرية. يعني بادئين الموسم سخن شوية، ولكن الحقيقة الموسم هيبقى فيه تفاصيل كتيرة والبداية ساخنة، لأن الكواليس كتير والأخبار كتير ومعالم الانطلاقة المتعلقة بالبطولات القادمة معظمها لسه المشهد مش واضح فيها. قدر الإمكان حاولنا نقرب شوية من الصورة في بعض البطولات، وامبارح كان عندنا انفراد مهم جدا بجدول مباريات الأهلي في كأس العالم للأندية قبل الإعلان من قبل الفيفا وقبل موعد القرعة يوم 7/9 اللي هتتعمل إن شاء الله في جدة بالمملكة العربية السعودية. النهاردة عندنا انفراد جديد بمستندات جديدة، هنتكلم على مواعيد مباريات الأهلي الرسمية في الدوري الأفريقي الممتاز. النهاردة عندنا انفراد من العيار الثقيل، المواعيد الرسمية وترتيب المباريات وعدد المباريات وفورمات البطولة بشكل رسمي، وهنستعرض مستندات مهمة جدا متعلقة بالثمان أندية اللي هيشاركوا في السوبر ليج الدوري الأفريقي الممتاز. كل نادي ساعة ملعبه قد إيه، التصنيف التراكمي في البطولات الإفريقية رقم كام بنقاط كام، والثمان أندية اللي تم اعتمادهم رسميا بعد ما استعرضنا قبل كده خريطة الملاعب الرسمية التي تم اعتمادها للثمان دول في الثمان أندية على ثمان ملاعب اللي هتقام عليها مباراة السوبر ليج في الفترة من 20 أكتوبر حتى 11 نوفمبر. حلقة النهاردة فيها تفاصيل وكواليس مهمة جدا، وكمان هنتكلم على قضية خطيرة جدا متعلقة بالتصويت على مسألة من هو الأفضل السنة دي في العديد من مراكز اللاعبين في المشاركة في الدوري العام. في لغط كبير جدا على السوشيال ميديا، النهاردة هنطرح الموضوع وهنتكلم عليه بالتفاصيل، وهنوجه تساؤلات في مسألة التصويت على أفضل اللاعبين في بعض المراكز في تشكيلة أفضل اللاعبين في الدوري خلال هذا العام. كمان هنتكلم على القائمة الدولية، القائمة الدولية للحكام. النهاردة عندنا انفراد مهم جدا في موضوع القائمة الدولية وإيه اللي هيحصل في الفترة اللي جاية، وكمان هتكلم على فيتور بيريرا مكمل ولا مش مكمل، وبيريرا النهاردة أو امبارح موجود فين، نزل اشتغل بشكل رسمي ولا الكلام اللي اتقال إنه هو ممكن يمشي. كل الكلام ده النهاردة هنستعرضه، حلقة فيها كواليس كتير قوي، خليكم معانا ما تروحوش في أي حتة. لكن بسرعة نبدأ حلقتنا بسؤال حلقة النهاردة، وسؤال النهاردة بما إن الموسم خلاص هيبدأ والأهلي أول تدريبات ليه خلال 48 ساعة، عايز كل الناس اللي بتشارك معانا وبتتابعنا من خلال برنامج الترند على شاشة قناة الأهلي توجه رسالة للاعبي الأهلي والجهاز الفني قبل بداية فترة الإعداد للموسم الجديد. تقدروا تشاركوا معانا في الإجابة على السؤال وتوجهوا رسائلكم من خلال صفحات قناة الأهلي على السوشيال ميديا، صفحة الفيسبوك وتويتر وإنستجرام، وفي الفقرة الأخيرة هستعرض أكبر قدر من رسائل حضراتكم. لكن بسرعة نروح لأهم العناوين. في ترند الأهلي، الإعلان عن قميص الفريق للموسم الجديد، وكمان قرعة الدوري الأفريقي في الأسبوع الأول من سبتمبر، وفي الترند العالمي وفد من اتحاد جدة في لندن لمحاولة إقناع صلاح. كل يوم في مستجدات في موضوع محمد صلاح. امبارح كان صلاح بيفكر، النهارده ليفربول قال يورجن كلوب متمسك بيه. من شويه بعض المواقع والمصادر الرسميه في المملكه العربيه السعوديه بتتكلم على ان خلاص ساعات قليله جدا ويعلن انضمام صلاح الى اتحاد جده السعودي. ملف مهم جدا اكيد انا اهتم بيه خلال الايام القادمه عشان نشوف الواجهه المقبله لمحمد صلاح، هل ينتقل للدوري السعودي ام سيستمر في البريمير ليج. فاصل ثم نواصل. قميص جديد بنفس روح تحدي الفريق، موسم جديد إن شاء الله في كل شيء، وتحدي جديد لأنك نجحت العام الماضي في تحقيق كل البطولات اللي أنت شاركت فيها، فداخل بتحدي جديد، وبالتالي لازم تدخل التحدي الجديد بتي شيرت وبزي وبتصميم جديد جدا لفريق النادي الأهلي، أو تحديدا فريق كرة القدم في النادي الأهلي. النادي الأهلي دايما معودنا كل سنة بيقدم الجديد، والتيشيرت اكيد انت عارفين طبعا وجهات النظر، في ناس بتحب الشكل يبقى الستايل كذا، كل واحد اكيد ليه ستايل معين. وكان دايما في مثل كده يقول لك ايه، كل اللي يعجبك والبس اللي يعجب غيرك.
فمهما انت صممت من الزي الخاص بتيشيرت النادي الاهلي، طبعا اللون الاحمر وده اللون الاساسي للنادي الاهلي، هتلاقي دايما بقى ايه في وجهات نظر، كل واحد يقول لك بس انا كنت احب الاعلان مثلا يبقى في زاويه كذا، التيشيرت يبقى مش عارف كذا. لا يعني في النهايه ده التيشيرت الرسمي للنادي الاهلي في الموسم الجديد، وبصراحه بامانه يعني تيشيرت معبر جدا عن النادي الاهلي. اولا اللون الاحمر واللون الابيض ده الزي الرسمي للنادي الاهلي، والايام اللي جايه على فكره هيبقى الاعلان كمان عن الزي البديل، هيبقى فيه اتنين زي، يعني اكتر من زي بديل للنادي الاهلي، وشفنا الكلام ده حتى في السنوات السابقه. عايز اقول لكم على حاجه كمان مفاجاه جدا، الهلال السعودي الفريق الكبير زعيم اسيا هو معروف دايما بالموج الازرق، و الزي الاساسي بتاعه التيشيرت الازرق، ولكن كمان بيعمل زي بديل دلوقتي باللون الاحمر، فدايما اللون الاحمر بيبقى هو اللون اللي بيشد انتباه كل الناس اللي بتحب تتفرج على كوره وبتشوف ماتشات الكوره، الاهلي، مانشستر يونايتد، بنفيكا البرتغالي، اياكس امستردام الهولندي، يعني اللون الاحمر دايما بيكون لون مهم جدا لبعض الفرق الرياضيه اللي بتبقى متالقه ومتفوقه في العديد من الدول العالميه. طيب ده ازاي اللي هيكون للنادي الاهلي خلال الفتره اللي جايه وخلال الموسم الجديد، وطبعا اهم ما يميز هذا الزي والتصميم في قميص النادي الاهلي كلمه نادي القرن الافريقي. بيبو لو نستعرض كمان الصور الخاصه باللاعبين في الزي الجديد، شايفين علي معلول، رامي ربيعه، خالد بيبو مدير الكره الجديد في النادي الاهلي، طاهر محمد طاهر، البداية الكلام والسلوجن اللي نازل في بداية الكلام على القميص الخاص بالنادي الأهلي نادي القرن في إفريقيا، خلاص كلمة نادي القرن في إفريقيا مكتوبة على قميص النادي الأهلي سواء داخل الشعار أو حتى في ظهر التيشيرت الخاص باللاعبين والفريق في الموسم الجديد. غيرك بيدور على أي يافطة عايز يحطها، لكن أنت بكل شجاعة عندك كلمة نادي القرن موجودة داخل الشعار وعلى قميص النادي الأهلي، فمبروك للنادي الأهلي، مبروك لجماهير النادي الأهلي. أيام قليلة جدا وهيكون الزي الرسمي موجود من خلال الستورز أونلاين ومن خلال المتاجر الرسمية، تقدر تشتري التيشيرت وتحصل عليه من أي مكان في العالم عشان يكون معاك الزي الجديد للنادي الأهلي اللي هيشارك بيه في دوري أبطال إفريقيا، في السوبر ليج، في كأس العالم للأندية، في لقاء السوبر الإفريقي، وكمان في المباريات المحلية الدوري والكاس خلال الفترة اللي جاية. ده ملف مهم جدا كان لازم نبدأ بيه، لأن النهاردة الصبح الساعة 10 الشركة المصممة شركة الملابس الرياضية أعلنت بشكل رسمي عن تصميم الفريق أو تصميم قميص الفريق خلال الفترة اللي جاية، وكان العنوان السلوجان قميص جديد بنفس روح تحدي الفريق. طيب الملف الثاني، وإحنا والله العظيم بنحاول نقدم خمس يعني خدمة فايف ستارز، خدمة خمس نجوم مش للجمهور بس، حتى للمسؤولين عن إعداد جدول الدوري العام خلال الفترة اللي جاية. أنا عارف كل يوم أسمع وأقرأ تصريحات عايزين نعمل أجندة الموسم اللي جاي، مش عارفين نسكن ميعاد السوبر، مش عارفين نسكن مواعيد السوبر ليج، مش عارفين نسكن مواعيد كأس العالم للأندية. امبارح قدمنا خدمة خمس نجوم للحاج عامر حسين، جبنا له جدول مباريات الأهلي في كأس العالم للأندية، مباريات الأهلي 15-12 يكسب يلعب 18 أو 19 على حسب القرعه اللي هتتعمل يوم 7/9 في المملكه العربيه السعوديه، يا رب باذن الله نكسب نوصل الفاينل او تحديد المركز الثالث يوم 22 ديسمبر. النهارده بطوله ثانيه وهي بطوله السوبر ليج، مواعيد السوبر ليج، الفرق اللي هتشارك في السوبر ليج، مين ابرز الفرق اللي تم اعتمادها رسميا، جدول المباريات ايه. تعالوا نستعرض مع بعض جدول المباريات قبل ما نشوف الفورمات بتاع البطولة، لأن النهاردة هنستعرض حاجات مهمة جدا من فورمات البطولة. دايما الناس بتقول ودايما الناس بتقرأ ودايما الناس بتسمع، لكن لما تشوف بعينك صوت وصورة بقى من خلال برنامج الترند كل الفورمات المتعلق بالبطولة هيبقى شيء رائع جدا. تعالوا بس الأول نبدأ بجدول الماتشات، لأن الناس كلها عايزة تعرف هي البطولة من 20 لغاية 11 نوفمبر، 20 أكتوبر ل 11 نوفمبر. طب تعالوا نبص على جدول المباريات. أول مباراة للأهلي وهي البطوله من 8 فرق، فهيبقى في 3 مواعيد، الدور الثمانيه والسيمي فاينل والفاينل. طيب اول حاجه نروح لفورمات البطوله. فورمات البطوله النهارده في مفاجاتين، اول مفاجاه معانا هنستعرضها من خلال الشاشه قدامكم على الشاشه، دول الثمان فرق اللي هيشاركوا بشكل رسمي في الدوري الافريقي الممتاز،
وقدامكم حتى كمان شعار البطولة أسفل الورقة والخطاب الرسمي أفريكان فوتبول ليج، يعني الاسم كمان اتغير، كان الأول اسمه أفريكان سوبر ليج، دلوقتي الاسم أفريكان فوتبول ليج. فدي فورمات البطولة. قدامنا 8 أندية. بصوا الاختيار جاي بناء على إيه؟ لأن الاختيار مبني على حاجتين، أولا الشعبية والجماهيرية، ثانيا التصنيف. النادي الأهلي مصنف رقم 1 في القارة الإفريقية، تاريخ الإنشاء 24 إبريل 1907، يبقى بالتالي الأهلي رقم 1. مين رقم 2 في منطقة شمال إفريقيا في التصنيف؟ الوداد، تصنيفه رقم 2، أنشئ عام 1937 يوم 8 مايو. ملعبه الرسمي مركب محمد الخامس، بيسع ل 45 ألف متفرج. استاد القاهرة بيسع ل 75 ألف متفرج. النادي الثالث الترجي التونسي، تصنيفه الثالث، تاريخ الإنشاء 15 يناير 1919، ملعبه استاد رادس، بيسع ل 60 ألف متفرج. دول الثلاث أندية اللي هيمثلوا الزون بتاع شمال إفريقيا. ننزل بقى للزون بتاع جنوب القارة، ماموريدي سان داونز، تصنيفه رقم 6 في القارة الإفريقية، أنشئ عام 1970، ملعبه لوفتس في بريتوريا، بيسع هذا الملعب 52 ألف متفرج. نروح على تي بي مازيمبي، التصنيف رقم 7، تي بي مازيمبي مصنف رقم 7 في القارة الإفريقية وبينتمي لغرب إفريقيا، أنشئ يوم 28 نوفمبر 1939، ملعبه استاد تي بي مازيمبي، بيسع ل 18 ألف متفرج. النادي السادس بترو أتلتيكو دي لواندا، بطل أنجولا، تصنيفه رقم 12، بينتمي لغرب إفريقيا مع تي بي مازيمبي. بترو أتلتيكو أنشئ يوم 14 يناير 1980، ملعبه استاد 11 نوفمبر، بيسع ل 48 ألف متفرج. النادي السابع سيمبا التنزاني، تصنيفه رقم 14، بينتمي للزون بتاع شرق وجنوب القارة، أنشئ سيمبا عام 1936، ملعبه الرسمي بنجامين مكابا في دار السلام، بيسع ل 60 ألف متفرج. النادي الثامن، والحمد لله كان لنا الانفراد بتحديد النادي الثامن بعد استبعاد حرية كوناكري، نادي انيمبا النيجيري، تصنيفه رقم 22. الناس تقول لي طب ايه اللي خلى الشركه الايطاليه والكاف ينزل في التصنيف لرقم 22 رغم ان في الزمالك، في الرجاء، في المولوديه، في بلوزداد، في انديه كبيره. هنا بيتم مراعاه التوزيع الجغرافي، منطقه الشمال اهلي وداد ترجي، مفيش رابع، دول اعلى ثلاث انديه في منطقه الشمال. لما تروح للمناطق الجغرافيه الثانيه، لما تستبعد حرية كوناكري من غرب افريقيا، يجي بعديه على طول انيمبا النيجيري. انيمبا اسس عام 1976، ملعبه ملعب انيمبا اللي احنا عرضناه في الخريطه المتعلقه بالقاره الافريقيه، ملعب في مدينه ايويا، وده غير الملعب اللي بيلعب فيه انيمبا في مدينه ابا. انيمبا بيلعب في دوري الابطال في مدينه ابا، ولكن في السوبر ليج او دوري الافريقي الممتاز هيلعب في مدينه ايويا، الملعب اللي استضاف نهائي كاس الكونفدراليه قبل سنتين اللي فاز بيه نهضة بركان. الملعب بيسع ل 16,000 متفرج. دي أول حاجة، دي أول حاجة في الفورمات، ودي الأندية الرسمية الثمانية، وبنستعرضها من خلال شاشة الترند ومن خلال قناة الأهلي، بنوريكم آخر المستجدات في موضوع الدوري الأفريقي الممتاز، في ظل إن خلاص القرعة بعد حوالي 10 أيام أو أسبوعين هنعرف مين منافس الأهلي. منافس الأهلي هنا بصوا على الشاشة، واحد من الأربعة دول، يا تي بي مازيمبي، يا بيترو أتلتيكو، يا سيمبا، يا إنيمبا، واحد من الأربعة هو اللي هيواجه الأهلي. طب نروح بقى للفورمات، عشان ده الفورمات النهائي. تعالوا بصوا على الشاشة المفاجأة بفورمات مسابقة الدوري الأفريقي الممتاز، لأن كان في كلام كتير قوي بيتقال أصل هي دورة مجمعة. ده الكلام الفصل أو القول الفصل والكلام الختامي. البطولة هتتلعب من 20 أكتوبر ل 11 نوفمبر. خلاص دي مواعيد المباريات. توتال الماتشات كل مباريات البطولة 14 مباراة، كل مباريات البطولة 14 مباراة، 8 لقاءات في الكوارتر فاينل في الدور ربع النهائي، 4 لقاءات في السيمي فاينل، المباراة النهائية ذهاب وإياب. خلاص كلام نهائي، ذهاب وإياب مش مباراة واحدة. وبالتالي فورمات البطولة هيبقى هوم أند أواي، ذهاب وإياب. فورمات الدوري الأفريقي الممتاز كلام نهائي
وكلام رسمي بالمستندات اللي بنستعرضها على شاشه قناه الاهلي ذهاب واياب هوم اند اواي. الكوارتر فاينل 8 مباريات ليه؟ انت عندك اربع فرق تصنيف اول هيواجهوا اربع فرق تصنيف تاني، وبالتالي كل فريق هيلعب ذهاب وعوده. يبقى الاهلي مثلا يعني هيواجه سيمبا، الوداد هيواجه بترو اتلتيكو، سان داونز هيواجه انيمبا، الترجي هيواجه يعني مازيمبي الكونغولي، وبالتالي كل فريق هيلعب مباراتين، يبقى بالتالي 8 ماتشات. يتأهل اربع فرق هتتلعب اربع مباريات، يتأهل فريقين للمباراه النهائيه يلعب مباراتين، فتوتال الماتشات 14 مباراه. دي الفورمات النهائيه للدوري الافريقي الممتاز عشان يكون الكلام في النهايه. وصلنا لقصه السوبر ليج اللي كان فيها كلام كتير قوي الفتره اللي فاتت، ناس كتير عماله تتكلم على دوره مجمعه، اصل ممكن تتلعب في المغرب، اصل تنزانيا ممكن تستضيف البطوله. لا خلاص، استعرضنا الثمان انديه، تصنيف الثمان انديه، الاختيار والمعايير بناء على ايه، وفورمات البطوله رسميا استعرضناه. طيب الماتشات احنا قلنا من 20 اكتوبر ل 11 نوفمبر. امتى المباريات؟ خدوا الكلام ده برضو بشكل نهائي ورسمي. مباراه الكوارتر فاينل هتتلعب في الفتره من 20 اكتوبر ل 27 اكتوبر ذهاب واياب. نفترض مثلا قرعه الاهلي وقع مع سيمبا، يلعب يوم 20 اكتوبر في تنزانيا، يرجع يلعب في القاهره احد ايام مثلا 25 او 26 او 27. دي مباريات الكوارتر فاينل دور الثمانيه. يتاهل للدور نصف النهائي. الدور نصف النهائي امتى؟ من 29 اكتوبر ل 3 نوفمبر. الدور نصف النهائي من 29 اكتوبر ل 3 نوفمبر. كل فريق هيحدد مبارياته بحيث ان يبقى في مساحه من 3 الى 4 ايام من الدور الاول للدور الثاني، عشان يكون في مساحه راحه ما بين المباريات، في ظل ان هيكون في 3 سفريات. لو وصلت فاينل في 3 سفريات. سفريه في الكوارتر فاينل خارج مصر في الدور الثمانيه، تاهلت السيمي فاينل طبقا للقرعه سواء ذهاب او اياب هيبقى عندك سفريه ثانيه، السفريه الثالثه متعلقه بالمباراه النهائيه. المباراه النهائيه هتتلعب امتى؟ لقاء الذهاب يوم 7 نوفمبر، لقاء العوده يوم 11 نوفمبر. دي مباريات الدوري الافريقي الممتاز بدايه من الكوارتر فاينل ثم السيمي فاينل حتى المباراه النهائيه في الفتره اللي هتتلعب من 20 اكتوبر حتى 11 نوفمبر. دي مباريات السوبر ليج، واحنا بنقدم خدمه اهي خمس نجوم قبل ما تكون للجماهير، للقائمين على إدارة جدول وإعداد جدول الدوري العام. امبارح قدمنا بشكل رسمي مواعيد كأس العالم للأندية، النهاردة بنقدم بشكل رسمي مواعيد الدوري الأفريقي الممتاز. ربنا قدرنا بكرة وجبنا معاد السوبر الإفريقي بين الأهلي واتحاد العاصمة، يبقى الحمد لله. حاولنا الأسبوع اللي جاي يبقى كويس، ولكن آخر حاجة في الساعات الأخيرة يبدو إن في مستجدات خلال الأيام القادمة أو خلال الساعات القادمة هيعلن بشكل رسمي معاد ومكان السوبر الافريقي. احنا طبعا بنكلم مصادر وكل شويه في مستجدات، لا هنستنى شويه، لا ممكن يترحل. امبارح كلام جديد، في كلام رسمي ان شاء الله خلال ساعات او ايام هيتم تحديد معاد السوبر الافريقي، ويبدو ان هو هيبقى قريب قوي. الماتش مش هيبقى في فتره بعيده، لا هيبقى قريب قوي، 15 ل 30/9 هيبقى في الفتره ديت. فهنشوف خلال الساعات اللي جايه معاد السوبر الافريقي، في انتظار بقى معاد الدوري المصري ونظام الدوري المصري. كان اتقال ان ممكن قرعة الدوري المصري تتعمل يوم 7/9، طبعا 7/9 قرعة كأس العالم للأندية، فتقال لك طب نخليها 8، يوم 8 في مباراة مصر وإثيوبيا في التصفيات الإفريقية، قال لك فنخليها 9/9، يعني 7/9 8/9 9/9، عايزين يعملوا القرعة في الرينج ده. أتمنى يكون في تحديد رسمي، وبما إنك هتعمل قرعة يبقى استنى قرعة الدوري الأفريقي الممتاز يوم 4/9، واستنى وشوف قرعة كأس العالم للأندية يوم 7/9، وبعد كده اعمل قرعة الدوري الجديد يوم 9/9 عشان تبقى الرؤية بالنسبة لك اتضحت. واحنا من بدري اهو جبنا لك المواعيد وجبنا لك كل التفاصيل. طيب ملف أخير، أو مش ملف أخير، عندي ملفين. في ملف متعلق بالتصويت اللي بتطرحه رابطة الأندية على حساباتها في السوشيال ميديا في الساعات الأخيرة. وانا من بدايه الموسم بتفرج وبتابع وبشوف نبض الجماهير وتعليقات الجماهير على فكره التصويت اللي بتطرحه رابطه الانديه على حساباتها في السوشيال ميديا، عشان نشوف مين مثلا افضل جناح ايمن، مين افضل مدافع، مين افضل حارس مرمى، مين افضل محترف. يمكن على مدار الموسم طالما طرحت فكره التصويت
يبقى تتقبل رأي الجماهير. جماهير الأهلي شعبيتها كبيرة، طول ما أنت حاطط لاعب من النادي الأهلي هتلاقي طبعا التصويت مكتسح في صف لاعب النادي الأهلي، والناس حتى في الاتحاد الإفريقي والاتحاد الدوري عارفين كده، بس في شفافية وما عندهمش مشكلة. لكن أنا بلاحظ دايما في ملف تصويت رابطة الأندية في مسألة وجود لاعب من النادي الأهلي بحس إن هم عندهم حساسية شوية. ليه؟ أنت السنة دي الأهلي كسبان كل حاجة، فطبيعي في أي استفتاء هتحط فيه لاعب من النادي الأهلي هتلاقي بنسبة 95-96% التصويت كله رايح للاعب من النادي الأهلي. وعلى أن أنت حضرتك رضيت إن هيكون في لاعب من النادي الأهلي في التصويت، فعليك أن تتقبل النتيجة. ولكن مش منطقي لما تطرح بقى تصويت وتقول مين أفضل جناح أيمن ما نلاقيش لاعب من النادي الأهلي. مع احترامي الكامل للشخص المسؤول عن ملف تصويت الجماهير من خلال حسابات الرابطة على السوشيال ميديا، وأنا عارفه بس مش هقول اسمه دلوقتي، لأن أنت المفروض راجل مسؤول بغض النظر على الانتماءات. أنت هنا بتعمل في حاجة اسمها رابطة الأندية المحترفة، ما بين قوسين المحترفة. بما أنك طرحت ملف لتصويت الجماهير عليك أن تتقبل النتيجة، ولكن ليس من المنطقي أو المعقول أنك تطرح استفتاء تقول أفضل جناح أيمن ما يكونش فيه بيرسي تاو. مع كامل احترامي لحضرتك، وما تجيش تقول لي اصل هعمل بعد كده استفتاء عن افضل لاعب اجنبي السنه دي في الدوري، فمش منطقي احط بيرسي تاو مرتين. لا، منطقي جدا على فكره، وخش على حسابات الكاف والفيفا بيتكرر ده. لكن لما تتكلم على افضل جناح ايمن في الدوري الاقي زيزو، مصطفى فتحي، جريندو، رفيق كابو، مع كامل احترامي للاربعه، امال فين بيرسي تاو؟ ده بيرسي تاو السنه دي يعني مفاجاه بقى للمسؤول اللي طرح السؤال ده والاستفتاء ده والتصويت ده. بيرسي تاو السنة دي مرشح ضمن أفضل الجوائز، أو مرشح لجائزة في جوائز الكاف اللي هتتنظم في المغرب إن شاء الله خلال شهر 12. معقولة أنت بتعمل جائزة أفضل جناح وتصويت الجماهير ما تحطش بيرسي تاو؟ عشان أنت عارف لو حطيت بيرسي تاو مع الأربعة أو من خلال الأربعة وأنت مغمض هياخد أعلى صوت. لكن بيرسي تاو إزاي؟ مش موجود، مش منطقية. برضو لما طرحت فكرة أفضل مدافع، أفضل مدافع يعني أنت بتحط مثلا أربعة خمسة ويختاروا منهم اتنين، ستة تختار منهم اتنين، لكن حضرتك طرحت أربعة ما كانش منهم يعني أفضل مدافع مصري السنة دي في أفريقيا، ما بالك بالدوري يعني، ده في أفريقيا اللي هي البطولة الأقوى والأهم. تبص على الأسامي، محمود علاء، ده محمود علاء ساب فرقته بسبب الأخطاء الدفاعية ورايح في لعب في الاتحاد السكندري. حسام عبد المجيد، علي جبر، محمد دبش، فين عبد المنعم؟ مفيش. فيتم استدراك الامر ويتحط عبد المنعم في استفتاء تاني مع محمود مرعي وعمر فايد واحمد رمضان بيكهام. احمد رمضان بيكهام على فكره ظهير ايمن، احمد رمضان بيكهام ظهير ايمن، لكن انت عملت اربعه حطيت من ضمنهم محمد عبد المنعم، رغم ان اساسا عبد المنعم في نفس مركز محمود علاء وحسام عبد المجيد وعلي جبر. الموضوع كده مش ظريف بصراحه. يعني حضرتك طالما عملت استفتاء وتصويت اقبل بالأمر الواقع، الجمهور هيقول رأيه، عليك أن تحترم وجهة نظر الجماهير، وعليك أن تحترم وجهة نظر الفنية في طرح الأسماء المعروضة للاستفتاء. يعني ما تجيش مثلا تقول لي أفضل حارس مرمى لقيتش مثلا حاطط الشناوي، هي ما حصلتش، بس مش هتبقى منطقية. أفضل جناح أيمن ما لقيش مثلا بيرسي تاو، افضل مدافع في البدايه ما لقيش عبد المنعم. انت لو دخلت على التعليقات في الاربعه اللي موجودين في افضل دفاع هتلاقي على طول في محمود علاء وحسام عبد المجيد وعلي جبر ومحمد دبش، في ناس في التعليقات كاتبه لك محمد عبد المنعم. ده كمان بص بقى رد فعل الناس لما انت طرحت الاربعه من غير عبد المنعم، ادى اعلى تصويت لدبش. ما اصل الناس فاهمه، الناس فاهمه. وبعد ما اختاروا محمد دبش الرابطه اختارت حسام عبد المجيد اللي هو نسبته 10%، اللي هو نسبته 10%. هو في حد في الرابطه واخد باله من التفاصيل دي؟ يعني احنا بقالنا فتره اصلا ما بنشوفش اجتماعات للرابطه ولا اجتماعات لمجلس اداره الرابطه، ولا عارفين الرابطه اصلا شغاله ازاي، ولا عارفين حتى الرابطه السنه الجايه بتستعد ازاي. لغايه دلوقتي مش شايفين اي حاجه. والرابطه كمان مديها ملف المسابقات للحاج عامر حسين عضو اتحاد الكوره، اللي هو المفروض اصلا الرابطه تعمل كادر جديد تجيبه يعمل حاجه اسمها اداره مسابقات محترفه لدوري الممتاز. طيب بعد كده قال لك بناء على تصويت الجماهير على كل منصات رابطه الانديه، محمد عبد المنعم
وحسام عبد المجيد هم افضل قلبي دفاع، بس انا شايف هنا ان دبش واخد اكتر من حسام عبد المجيد. انا يا جماعه يعني انا مش شايف بصراحه مبرر، انا مش شايف مبرر لكل ده. بعد كده بقى تبص على حراس المرمى، تبص على الباك ليفت، اكيد ما انت لازم تحط معلول مع فتوح مع شكري. هتودي معلول فين؟ هتحطه برده كافضل محترف زي الفكره اللي عايز تعملها على بيرس تاو؟ ما انت مش حاطط بيرس تاو في افضل جناح ايمن. بعدين بس لسه كمان بقى هنشوف كمان الظهير الايمن كان محمد هاني، ولسه هنشوف كمان الفتره اللي جايه مين افضل راس حربه، مين هيبقى افضل راس حربه، كهربا ولا محمد شريف ولا هنحط مين؟ السنه دي الاهلي مكتسح في كل شيء، فالمسؤول عضو الرابطه عن ملف التصويت والاستفتاء اللي بيتعرض من منصات السوشيال ميديا لرابطه الانديه، ارجوك اشتغل بنفس السلوجان بتاع اسم الرابطه، رابطه الانديه المحترفه، الانتماءات ما تبقاش غالبه قوي، يا اما تلغوها، يعني طالما الموضوع بيسبب حرج وحساسيه عند البعض الغيها، ما عندناش مشكله، هو مش ده اللي هيكسبنا ولا ده اللي هيخسرنا، بس طالما اشتغلت بشكل بروفيشنال اعلن بطريقه بروفيشنال، واعرض الاسماء بشكل بروفيشنال، واختار طبقا لمعايير فنيه. لما تقول افضل مدافع وانت مغمض، يعني محمد عبد المنعم مش موجود، افضل جناح ايمن بيرسي تاو مش موجود، ولما الناس تختار دبش تحط حسام عبد المجيد، هتقلبها اهلي وزمالك بلاها خالص، بلاها خالص. على فكره احنا فضلنا ساكتين فتره طويله، لكن الموضوع زاد عن حده، ولما لقينا في افضل جناح ايمن ما فيهاش بيرسي تاو قلنا لا ستوب بقى كده مش هينفع، كده مش هينفع بصراحه يعني. طيب اخر ملف قبل ما اطلع لفاصل، بكره بدايه التحضير لملف القائمه الدوليه للحكام في الموسم الجديد. بكره بدايه ملف جديد، وعندي احساس كده هتبقى ازمه جديده، مش عارف ليه والله، يمكن الحاسه السادسه عندي يعني عاليه شويه، عندي احساس ان هيكون في ازمه جديده. ليه؟ في كلام بيتردد وبقوه ان في اتجاه لاستبعاد حكم دولي كبير من حكام النخبه في القائمه الدوليه، وبالاسم في كلام بيتقال ان الكابتن محمد عادل هيتم استبعاده. ليه يا سيدي؟ قالك عشان موضوع السن. مين اللي قال؟ قالوا اصل بيريرا اللي قال، زي ما قالوا قبل كده اصل كلاتنبرج اللي قال. انا هوجه معلومه للمسؤولين عن اتحاد الكوره، في معسكر للحكام المرشحين لقائمة كأس الأمم الإفريقية في شهر 10 اللي جاي، يعني بعد إعلان القائمة الدولية أو بعد إرسال القائمة الدولية بشهر. لو اسم محمد عادل مش موجود في القائمة الدولية، هتلاقي الاتحاد الإفريقي بيتدخل للمرة التانية، ما اتدخل السنة اللي فاتت لمحمود عاشور، والسنة دي هيتدخل تاني لمحمد عادل. ليه؟ لأن محمد عادل من ضمن حكام النخبة اللي الاتحاد الافريقي، ودي معلومه انا بقولها لحضراتكم، عايز يستفيد بيه في كاس الامم الافريقيه في الكوت ديفوار في يناير وفبراير. ففي لستة مبدئيه هيتم اعلانها لمعسكر هيتنظم في القاهره في شهر 10، محمد عادل ضمن ابرز الحكام المصريين، هو ومين؟ محمد عادل، محمود عاشور، امين عمر، محمد معروف، عمرو الشناوي. دول خمس حكام مرشحين عشان يكونوا موجودين في الليستة المبدئية للحكام المرشحة لكأس الأمم الإفريقية. الليستة النهائية هتبقى بعدها بشهر، شهر 11، ولكن لو بعت القائمة الدولية بدون اسم حد من دول هتبقى عندك مشكلة، خاصة الخبرة زي عادل وزي عاشور. مين كمان؟ أمين عمر. ليه أمين عمر؟ أمين عمر في قائمة الحكام المحترفة، قائمة البروفيشنال السنة دي اللي احنا اتكلمنا عليها قبل كده، الحكم المصري الوحيد منها هو أمين عمر، وبالتالي أمين عمر هو أكتر الحكام اللي محتاجين ياخد شارة الفار وشارة الملعب، الشارة الدولية، شارة الفار وشارة الملعب. ومين كان تاني معاه؟ محمد معروف. بس محمد معروف ممكن نستنى عليها شوية، لأن محمد معروف مرشح لكأس العالم 2026، ولكن أكتر اتنين محتاجين شارة الفار وشارة الملعب الدولية أمين عمر ومحمد معروف، عشان يحكموا ويتحطوا في غرفة تقنية الفار. طيب الحكام الخبره اللي الكاف عايزهم ويستعين بيهم، محمد عادل ومحمود عاشور. على فكره انا بقول المعلومه مجرده بدون اي وجهات نظر، ممكن انا على المستوى الشخصي عندي وجهات نظر ان محمد عادل وصل لسن معينه، بس السن ده ما بقاش قانوني خلاص، الفيفا دلوقتي مش حاطط سن، ممكن اكون ليا وجهه نظر انا عايز وجوه جديده، دي وجهات نظر، ولكن وجهه نظري دي تتحط في الدرج
بما ان دلوقتي ان الاتحاد الافريقي عايز حكام مصريين بالاسم لكاس الامم، فمصلحه التحكيم المصري تقتضي ان يكون موجود محمود عاشور ومحمد عادل. شوف انا بتكلم على اسم مين، محمود عاشور ومحمد عادل، واحنا كنا اكتر الناس انتقدنا في سنوات طويله جدا الاثنين دول بالذات. ولكن مصلحه التحكيم المصري تقتضي عشان يكون عندنا عدد كبير من الحكام المصريين في كاس الامم يكون موجود محمود عاشور ومحمد عادل، وتدي الشاره الدوليه في الملعب وفي الفار لامين عمر ومحمد معروف، وتستعين بوجوه جديده الفتره الجايه. عندك عمرو الشناوي، عندك احمد الغندور كان موجود في الفار في البطولات السابقه، عندك محمود ناجي ادار 2 مباريات فاينل في الناشئين والشباب في كاس الامم، وارد بنسبه كبيره يكون في الليسته المبدئيه في شهر اكتوبر. دول ابرز 6 أو 7 لازم يكونوا موجودين في القائمه الدوليه. اتمنى الناس في لجنه الحكام يكونوا عارفين الكلام ده، عشان لو تم استبعاد حد هيجي لك تليفون او هيجي لك ايميل، رجع ده عشان عايزينه في كاس الامم الافريقيه. واخر حاجه في الجزئيه دي، بكره المعسكر هيبدا من بكره لغايه يوم السبت اللي جاي، هتعمل كشف طبي للاسف في الفندق برضه، وانا اتكلمت قبل كده على موضوع الفندق ومحدش رد ولا حد عايز حتى يتحرك. هتعمل كشف طبي للحكام الدوليين وحكام النخبه زي حكام منطقه القاهره في فندق، وانا واثق من كلامي الغرفه الفندقيه اللي تم يعني تاجيرها لاجراء الكشف الطبي ليست مهيئه لاجراء الكشف الطبي، وربنا يستر على الحكام السنه الجايه، لان الكشف الطبي السنه دي، الكشف الطبي السنه دي ليست نتائجه دقيقه جدا. على الاقل رسم القلب، انت مش بتعمل رسم قلب بالمجهود؟ هتعمل بالمجهود ازاي وانت في اوضه لا فيها عجله ولا في اداه يتحرك عليها، اوضه فندقيه مساحتها مثلا 40 في 60 متر، هتعملها ازاي؟ والحكام الدوليين هيعملوها برضه في الغرفه الفندقيه. والغريب بقى، وده الغريب، انت لما بتيجي تعمل اختبار اللياقه البدنيه للحكام الدوليين بتستنى يوم واتنين على ما تطلع نتيجه الكشف الطبي، لكن ده انت هتعمل الكشف الطبي للحكام بكره وبعد بكره الحكام هتجري. طب مش تستنى تشوف نتيجه الكشف الطبي؟ افرض في حكم عنده انزيمات الكبد عاليه لا قدر الله، افرض حكم عنده في تحليل الدم فيه مشكله، هتجريه بدون ما تطمن عليه؟ انا بحس ان انا بتكلم في ملفات انا في وادي والناس في وادي تاني. ده انتوا احرص الناس على المنظومه اكتر مننا، يعني احنا اعلام بنحاول نشوف خبر معلومه نقول وجهه نظر، لكن حضراتكم يعني فاهمين في التفاصيل دي اكتر مني. حكم يعمل كشف طبي بكره ومين؟ حكم دولي، وتاني يوم يجري ازاي؟ والحاجه الثالثه والاخيره، اتحاد الكوره دخل له رقم كويس في موضوع قيد الصفقات وقيد اللاعبين في الانديه للموسم الجديد، ما يقرب من حوالي 40 او 60 مليون. ليه مستحقات الحكام لغايه دلوقتي ما اتدفعتش؟ محدش برضه عارف. بيريرا، ودي بقى معلومه، بيريرا رسميا موجود دلوقتي في لجنه الحكام، بيروح اتحاد الكوره، بس مش لاقي حد يقعد معاه. مش لاقي حد يقعد معاه، مستني يقعد مع اعضاء اتحاد الكوره عشان يطرح التشكيل الجديد للموسم الجديد، والتشكيل ما فيهوش 2 من اعضاء اللجنه الحاليه. ومستني يشوف رد الفعل، هيتوافق على طلبه ولا مش هيتوافق على طلبه، ولكن بيريرا وصل مصر، راح اتحاد الكوره، موجود بس قاعد لوحده. مفيش حد موجود معاه، ومش لاقي حد يقعد معاه، ومعلومتي ان بيريرا تحديدا يعني لو قعد ممكن لا هيقعد مع جمال علام ولا هيقعد مع حازم امام. ليه؟ نقولها في حلقات جايه، لان هو عنده تفاصيل كتير في جلساته اللي تمت او في اتصالات تمت ما بينه مع جمال علام ومع حازم امام في فترات سابقه، وعنده علامات استفهام، فعايز يقعد مع شخصيه يقدر يتناقش معاها عشان يطرح استراتيجيه العمل للموسم اللي جاي. فاصل ثم نواصل. اهلا بحضراتكم من جديد، واخر اخبار الترند، والبدايه هتكون مع ترند الاهلي. وبدايه ترند الاهلي النهارده من حساب رابطه الانديه المحترفه اللي عامله يعني تويته حلوه على موضوع فن المراوغه في المساحات الضيقه. هنا محمد هاني كان عمل مراوغه جيده جدا على الخط، وفي مساحه صغيره قدر يعني يتخطى لاعب طلائع الجيش ويعمل تمريره كويسه او عمل اوفر كويس فيه لعبه زي دي. فصوره حلوه اتعمل عليها تويته ممتازه من رابطه الانديه من خلال حسابها الرسمي. طب حساب يلا كوره النهارده عندهم خبر مهم جدا ومصدر في النادي الاهلي ليلا كوره، كولر يوقع على عقوده الجديده مع الاهلي حتى 2026. تفاصيل الخبر يلا كوره بتقول ان مصدر في الاهلي قال ان كولر وجهازه المعاون بالكامل حتى مع اضافه
مساعد سويسري جديد وقعه بالأمس في سويسرا على عقود التجديد حتى عام 2026، وكل تفاصيل التجديد تم الاتفاق عليها مع إدارة النادي الأهلي، وتم التوقيع من خلال شركة كولر السويسرية اللي أتمت التعاقد مع الأهلي خلال الفترة الأخيرة. شيء رائع وشيء جيد جدا أن يكون في استقرار في مسألة استمرار الجهاز الفني حتى عام 2026 عشان يبقى في مشروع واستراتيجية للتدعيم والتحضير للمواسم المقبلة. طيب تأكيدا لفكرة أن في مساعد جديد حساب في الجول، بيقول أن الأهلي استقر على الأرجنتيني كارلوس برينجر كعضو إضافي لمساعدة كولر في الجهاز الفني لفريق الكورة. هيبقى مساعد لمارسيل كولر وهيصل مع كولر يوم الأربعاء، أو كولر المفروض يصل النهاردة والإضافة الجديدة أو المساعد الجديد هيصل بكرة، والجهاز بالكامل هيكون موجود في ملعب التتش يوم الخميس. وبكرة إن شاء الله كمان هيبقى في احتفالية مهمة جدا لفريق الكرة وكل الألعاب الفردية والجماعية اللي حققت نتائج مميزة جدا خلال هذا الموسم. لكن هننتظر بقى النادي الأهلي لما يعلن التشكيل الجديد والشكل الجديد للجهاز الفني والإداري والطبي في الموسم الجديد، زي ما تم الإعلان عن الشكل الجديد للشعار والتصميم والشكل الجديد لقميص وتيشيرت الفريق. كمان خلال ساعات هيتم الإعلان عن الجهاز الفني والإداري والطبي استعدادا للموسم الجديد. كرة بلس وتقارير من صحف جنوب إفريقية وأبرزهم صحيفة The South African قالت سان داونز يتجه للتعاقد مع مهاجم كايزر تشيفز بدلا من بيرسي تاو. سان داونز بيحول اهتمامه إلى مايو مهاجم كايزر تشيفز للتعاقد معه بعدما كان مهتما بضم بيرسي تاو. وأنا بأكد لكم أن سان داونز أساسا لم يفتح باب التفاوض مع الأهلي للتعاقد مع بيرسي تاو، وبيرسي تاو مستمر مع النادي الأهلي. وإذا رغب بيرسي تاو حتى في تجديد الدوافع واللعب في تجربة احترافية أخرى مش هتكون من خلال دوري جنوب إفريقيا، لسه عايز يكمل سواء مع الأهلي أو حتى لو جاله عروض خلال الفترة اللي جاية في أوروبا أو حتى في الخليج. سبورت 360 مصرية بيتكلموا على تشكيل الأهلي للاعبين 24 عام أو أصغر. بنتكلم هنا على الأعمار السنية ومتوسط العمر لتشكيل الفريق. مصطفى شوبير 23 سنة، كريم فؤاد 23 سنة، عبد المنعم 24، كريم الدبيس 20 سنة، رأفت خليل 19، أحمد نبيل كوكا 22 سنة، فخري 24 سنة، عبد القادر 24، كريستو 20، صلاح محسن 24، رضا سليم 23. يعني تشكيلة فيها متوسط جيد جدا في تخفيض الأعمار بالنسبة للأهلي. لو تبص في حراسة المرمى بعد ما كان الشناوي وعلي لطفي، دلوقتي بقى الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء، فمعدل الأعمار السنية ومتوسط الأعمار السنية بينزل ل 24 و23 سنة. طب نكمل ترند الأهلي والوطن سبورت، بيقولوا رضا سليم يظهر في الأهلي قبل بداية فترة الإعداد، والتفاصيل بالتأكيد يعني بيتكلموا على أن رضا سليم ابتدى يتواجد في تدريبات الأهلي وظهر في ملعب مختار التتش في 48 ساعة اللي فاتت. ورضا سليم نشر صورة ليه على الإنستجرام وهو بيأدي تدريبات تأهلية في ملعب التتش وفي صالة الجيم. طيب نروح كمان لحساب اليوم السابع، الأهلي يقترب من الإعلان عن المهاجم الأجنبي بعد حل أزمة قندوسي. اتكلمنا امبارح في الجزئية دي وإن الأهلي خلال ساعات هيستعد للإعلان عن صفقة المهاجم الأجنبي طبقا لما ورد في اليوم السابع بعد المفاوضات اللي قادتها شركة الكرة وإدارة التعاقدات مع عدد كبير جدا من اللاعبين الأجانب، واللي عطل حسم صفقة المهاجم الأجنبي والإعلان عنه كان حسم مصير القندوسي خلال الساعات الأخيرة. نفس الكلام اللي بنقوله كل يوم من خلال المواقع ولكن في انتظار الإعلان الرسمي. المصري الرياضي شطح بقى في حتة بعيدة قوي، قال لك الأهلي يدرس التعاقد مع المهاجم العملاق موسى ماريجا اللي كان بيلعب في الهلال السعودي وتم الاستغناء عن خدماته. جماعة الصحف اللي بتتكلم على التعاقدات اللي بمثل هذا الشكل، أولا لازم بس يعرفوا اللعيبة دي في السعودية كانت بتاخد كام، ولو هتيجي تلعب في الدوري المصري ممكن تضحي بكام عشان تلعب بكام. فبلاش بس التفاصيل الكبيرة اللي الناس بتتكلم عليها واحنا بنتعامل في اطار ميزانيه محدده وفي اطار ملف محدد يعني، ولكن الكلام ده طبعا غير صحيح. طيب ترند المحلي وحساب بطولات بيتكلموا على ان بيريرا بيضع لائحه الظهور للحكام اعلاميا في الموسم المقبل. شيء جيد جدا ان يكون في لائحه لظهور الحكام في الفتره اللي جايه، لان بصراحه انا خلال ال 72 ساعه اللي فاتت شايف ظهور اعلامي لعدد كبير جدا من الحكام ومش عارف ايه الاسباب. يعني مره شفت الكابتن محمود البنا وبرضه ما اعرفش ايه الاسباب،
امبارح الكابتن محمد الصباحي طلع للمره الثانيه او الثالثه في ظرف اسبوعين. ايوه، ايه الاسباب؟ قبل كده شفت ابراهيم نور الدين طلع مرتين ثلاثه برضه بدون اسباب، وكل ده في فتره ايه؟ فتره شهر. ايه عدد الحكام اللي بيطلع ده كله عشان يطلع يتكلم؟ وبيتكلم على ايه؟ ومين الحكام اساسا اللي بيطلعوا يتكلموا على مدى نجاحاتهم؟ يمكن البنا اكتر واحد السنه دي ليه نجاحات، لكن الحكام اللي راحوا كاس عالم ما شفتهمش، لا معروف ولا الشناوي. محمد معروف وعمر الشناوي ما ظهروش حتى في اي قناه فضائيه. نفس الامر على امين عمر الحكم المحترف الوحيد، ما شفتوش في اي قناه فضائيه. ولكن انا مش عارف بصراحه ازاي اللجنه موافقه على المشهد ده. وبالصوره دي على فكره عايز اقول لكم، بريرا لو هيقعد مع حد عشان يتكلم على استراتيجيه الموسم اللي جاي، اقرب الناس اللي ممكن تقعد معاه خالد الدرندلي، لان هو عنده مشكله شخصيه على فكره مع حازي امام ومع جمال علام، وده قلته في فقره ترند الترند. طيب اخر حاجه في الترند المحلي، النهارده اتعملت قرعه الاسبوع الاول من الدوري المحترفين اللي هو القسم الثاني، يعني طنطا يلاعب رايا، دجله مع المقاصه، السكه مع لافيينا، نصر للتعديل مع بترول اسيوط، بروكسي مع القناه، بتروجيت مع اسوان، النجوم مع مكادي، ديكيرنس مع الاتصالات، شبين مع المحله، حرس الحدود مع ابو قير. دي ابرز الامور النهارده في الترند المحلي. نروح للمشاركات والسؤال اللي طرحناه في بدايه الحلقه، رساله للاعبين والجهاز الفني قبل انطلاقه الموسم الجديد. هبه بتقول منتظرين منكم موسم تاريخي مثل الموسم الماضي، بالتوفيق ليكم وللنادي الاهلي، كل الثقه والدعم لكتيبه الاهلي بقياده مستر كولر. نروح لاستاذ رمضان بيقول ابطال الاهلي بعد نتائج الموسم الماضي التاريخي، عليكم بالاستمرار في تحقيق الالقاب والبطولات وكتابه تاريخ عظيم في مسيرتكم مع النادي الاهلي. الاهلي قلعه من اكبر قلاع الكره في مصر وافريقيا والعالم، وتواجدكم فيها كتابه لتاريخ ومجد شخصي، ستعرفون قيمته طوال العمر، بالتوفيق والنجاح. كلام قوي ورساله مهمه. استاذ عمرو منصور بيقول السلام عليكم، شكرا جزيلا ليك. اقول الوصول الى القمه صعب، والاصعب منه هو الحفاظ عليه والزياده عليه من بطولات وأداء وتحدي وتميز. اللي فات كان صعب والقادم ليس مستحيلا يا أسود العرين الأهلاوي، بالتوفيق والنجاح الدائم، لكم تستحقون كل تقدير واحترام وحب وتشجيع. آخر حاجة سريعا، أستاذ سامي تحياتي أستاذ محمد وفريق العمل. الرسالة أولا بنشكرهم جميعا على الموسم الماضي، بندعمهم للاستمرار في المحافظة على بطولات الموسم الماضي وحصد المزيد، وهذا يتطلب التركيز وبذل غاية الجهد، وليعلموا أن هذا الموسم سيكون مختلف جدا جدا من حيث المنافسة محليا وقاريا. قدر الإمكان بجري بسرعة في استعراض الرسائل، لأن رسائلكم مهمة جدا، لكن في النهاية نتمنى يا رب التوفيق في الموسم الجديد لفريق النادي الأهلي. في الختام بشكر حضراتكم على حسن المتابعة والمشاهدة، وغدا لقاء جديد في برنامج الترند. شكرا وإلى اللقاء.